كما أكد عدد من المسؤولين في مملكة البحرين أن البحرين شهدت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه نهضة تنموية مستدامة، وأن المشروع الإصلاحي أسس للتحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات في المجالات كافة. هذا العيد الوطني وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى نحتفل به، كل فرد البحرين ينتظر هذه الفرصة لكي يعبر عن فرحته وعن ولائه وعن محبته لجلالة الملك المفدى ومحبة هذا الوطن الذي دائما في قلوبنا وفي ضميرنا مهما ابتعدنا هو ساكن ومقيم بضميرنا، وكل ما نعمل وكل ما نؤدي هو لهذا الوطن ولهذا الملك. فألف تحية لكل مواطن في مملكة البحرين، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وتألق وسعادة. حين طرحت هذا المشروع كمبادرة أولى لمد جسور التواصل مع القطاع الخاص، تعلمين دائما أن الثقافة لا تأتي في أولويات الميزانيات المقررة، لذلك كان لابد من ابتكار وسيلة لكي نؤسس لبنى تحتية للثقافة في هذا المجال. لابد أن نجدد شكرنا وخالص تقديرنا لجلالة الملك المفدى الذي هو أول داعم لهذا الاستثمار وهذه البنى التحتية للثقافة، والشواهد كثيرة. بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس على القضاء وأعضاء السلطة القضائية كافة، يشرفنا أن نرفع إلى مقام جلالة الملك أطيب التحايا وأسمى عبارات التوقير والإجلال وخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 21 لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم في البلاد والعيد الوطني المجيد. ونستذكر هنا ما قام به المجلس الأعلى في الفترة الأخيرة بعد صدور الأمر الملكي السامي التعيينات القضائية، وهو أن تكون هناك انضمت كوكبة من القضاة إلى أعضاء السلطة القضائية من خلال برنامج قضاة المستقبل، وهو برنامج أثبت فاعليته وأثبت أن يكون يفرز مجموعة من القضاة الذين هم ينتمون إلى هذه السلطة القضائية لتقديم ما هو أفضل للمنظومة القضائية. ننتهز هذه الفرصة لنرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم أسمى آيات التهنئة بالعيد الوطني المجيد. أصبح لمركز الملك حمد مركزا واضحا على الخريطة، خريطة التعايش السلمي في العالم يعني بشكل عام، وهناك في الحقيقة البصمة واضحة جدا للمركز على المستوى الدولي. معظم البرامج والأنشطة التي قام بها المركز خلال السنتين الأخيرتين كانت تهدف في الحقيقة إلى عكس ما هو موجود أو توضيح الحياة البحرينية من التسامح الديني ومن التعايش السلمي الذي طبعا تنعم به البحرين منذ السنوات للعالم الخارجي. نحن دورنا في الحقيقة واضح جدا، هو أننا نريد العالم أن يعرف كيف يمكن أن يتعايش أو تتعايش الأديان والمذاهب والأعراق مع بعضها البعض. فالبحرين في الحقيقة أيقونة لهذا التعايش في المنطقة خاصة يعني.